لطالما كان الشاي ذو النكهة العراقية المشروب المفضل في كل بيت عراقي تقريبا، لكن مع انتشار القهوة السورية في السنوات الأخيرة أصبح الأمر مختلفا. المنافس الجديد للشاي يغزو أسواق محافظات شمالي العراق ومنها أربيل عن طريق تجار بن سوريين، حيث وجدوا في السوق العراقية بيئة جيدة لتسويق منتجاتهم، مشجعين الزبائن على احتساء القهوة متعددة النكهات. جينا على أربيل، كان نسبة كبيرة مرغوب على الشاي، بيحبون الشاي كثير. هلا كراد أربيل بيحبون الشاي. شوي عودناهم على القهوة، عملنا لهم تيستات، ذوقناهم قهوة القزوان، قهوة الشكليتية، بعد ذوقناهم القهوة العربية وقهوة المذاق البن، شوي تعودوا. وهلا النسبة الكبيرة اللي عندنا الشاربين القهوة هي كرات أهل أربيل. وهذا قهوة عندنا متنوع، عندنا قزوان، عندنا عربية شوكولاتية. هذا شيء نظيف فاخر، كل العالم يجي يحب هذا القهوة ويشربون. ومع كثرة توافد المهاجرين والسياح إلى محافظات شمالي العراق انتشر مشروب القهوة، وبات يهدد عرش الشاي المشروب الأكثر انتشاراً في البلاد بلا منازع. نسوي تيست نحن للناس، يعني تفضل، هاي دعاية مجانية من شركات وهيك، فهذا الشيء خلى أنه الناس تتعرف على أنواع قهوة جديدة وتذوق أنواع قهوة جديدة. قديم تعرف ما كان أكثر مشروب معروف هو الشاي يعني. في الفترة الأخيرة أصبحت أتردد كثيرا على هذا المكان لشرب القهوة. القهوة هنا تتميز بنكهة لذيذة وطعمها مختلف، حتى أنني اعتدت شربها كل صباح. يقول اقتصاديون إن نمو سوق القهوة في العراق ومنافسته سوق الشاي من شأنه تحسين جودة هاتين السلعتين وتوفير التنويع في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وأنتم هل تفضلون الشاي العراقي أم القهوة السورية؟